يقول في الآية: يا أخت هارون، بدلا من يا أخت موسى، فلماذا لم تنسب؟ ما هو هارون اللي تعرفون، هارون أخي موسى، وين بينها وبين موسى وهارون زمن طويل جدا. المراد هارون في وقتها، أما أنه رجل صالح وما الله أعلم، لكن ما هو هارون أخو موسى عليهما السلام. نعم.